السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا ونكسن داود يال وتدبات كله مركله يموقال كله أو كل سابس برنامج كني قبنا هتفيق قرنكا. قد بعض حيس بدن بانو يدك سوق من داود يال أنا قمر والبا مهمة السينة إنه نقد برنامج كيجو أما وحنا كهلينا وحكر أقادا ما دوحك فائدة. قد بعض عن يدك هنا تدبات كل أيه وهو رنتي بعشرة قبنا يا طبعا كم ده علمادي عالم كسامرتي. البحنمدي إسلام كدليه كارنت وين كقاطي كواسون الله شهادناها كسر كرديه وحيابه كم تكيهين بكان سعدك هنانك فرمسية ده هب حساباتك علوم تفلقة في سجسك يقيبك لو آدقو مهمة نلا شهادناها ففهنتها قطب كان أيتك قد بقنتون تانتا وضيال كسر لوادا أنت كود وحوها ابن عوان الإشبيلية أو نولا قرنك كوبية من تاريخ ميلادك وحاونا عانكوها أغونت اسكو داوين تدرتها يعلون تبيرها سيدو أوكلنا وحو آساسي أو هندسي هنانك ورابك بيرها إيا سمينتا كنالادا بيها قيبية يكوى كايديا عالم كلاباد كميدها علماء دي إسلام كأيل بحنمدي أدونك داها كقادي وحوها بعيد زمان ابن الرصاص أو نولا انتو دحيسي سنده كن بقولي اللحي يصدن إلا كن لابا بقولي يصدح تاريخ ميلادك وحوناها عالم عربياد أو مسلنا لونا أقول سيئنوها إنشنا ردي يفرس ما يقان دي ومهم سنة تاريخ سومرا إساقو ألفي مقعب بحين تأقب كرهاتك كلها هرمارك فرس ما يدوني دم وحاونا قري أقولها وغيرا لحتن تجابة أو داها كقاضي كواسو كسابسنا فرصة مديك عن تأحليقة أو مان تراد كيدي وقد بي تكنولوجيا دا عسلقة أينو استعمالنا عالمك سدحاد وحاونا قنايا موزة بن شاكر أو نولا قرنقي سدحاد التاريخ ده هيتريا دا وحاو إساقا إيو إنا مدي سؤوكا لها أحمد محمد إي حسن أي سوء عام بحين أحدي جيد دولة الإسماني إنتا إساقا وكو عام بحي علون تحساباتك إنشنارية دا علمي قفلقة إيا فرصة مقعمية دا عالمك كلا أينو هالكان كحسينة وعالمك وينا ابن المجد أو نولا إنتو دحيسي سنده يكون سدح بقل لحي السدن إلا كون أفر بقل لحي أفرتن تاريخ ميلادية وحوناها عالم علمي فلق إيا بداها لغوها وحاو كل شيء كبر باري قران كان كبرتي مقالة قاهرة إساقا كو تخصصي أقونتا إنجينيريا دا بوغاق فربادان أو أفاف أفريكانا كو قرنين أو بدلي لوغة دا عربيغا غوردن بنا وحاو مدحكا نقضي وحبرش حيلياتكي إيا حساباتكا جامعة أسهر الشريف عالمك ابن نفيس أيا كمدها علماء دي واويناء إسلامك إيا كالنت لما إلا وانك عكس وقاطي حدارة دا إيمان تدندو كنا لون إسو وحاونا نولا إنتو أود حيسي كون لابا بقل سيداد يوتبان إلا كون لابا بقل سيداد يسيداتن تاريخ ميلادية وحاو كودش مقالة دا دمشيق إساقو نقضي عالمك وقوينا إداك في سيديسك إيا قرنية دي دحي إيا تاريخ داسي إساقو ها دكتاركي عربيد إيا داها كقاضي بكتيريا دا لغنا كلها هولاها عسبتالة دا إيا فرمسية دا ليس كتبانكي عالم تاريخ دا إسلام كوكو قلي كالنتو أي كلها ينهور مركة عالم كجودها وحاكمدها عالمكي ابن رشاد نعونا لكون بقل لحي اللباتن إلا كون بقل ساقاش ليسيدة تاريخ دا ميلادية وحاونا كلش مقالة دا قردوبة وحاو كوغوريو دا مقالة دا مراكش دالك مراكو وحانا او كلان صدي دامان أقوان تا كالأه فلسوف دختر كرصوري فقي عالم فلقة يفيسيقس وحاونا قري إلا كنتون كتابو عانا ابن ريحان البيروني او اسنا نولاين تو دحيسي سغال بقل صدحية تضباطن الى كن سيدار يافرتن تاريخ ميلادك ايا كمدها علمدي اسلامك وحا او اها عالم وحبدن كيقاني اقوانتا كالاه سعودالك فلسوفك علمي فلقة جغرافيا تكنولوجيا دا حساباتك يا فرمسياشا وحنا اوها تاريخيها ترتبي رقمادا كلا دوان اي هنديدا وحنا امسيين وها عقليها كيوغو وينا اي سومر تاريخ دا اسلامك عالمكي كلاي حسن بينو حيتم ايا اسنبال دهبا كقلي تاريخ دا البحنمدي اسلامك اوهر سيدي الدونك وحا او نولا مدو بقلي يصدن سندود كدوادا وحا او كلاش مغالا دا بصر يدلك عراق وحا او كد تخصص علونتو كلا حساباتك فيسيكسك عافيماتك عندها علمي فلق انشينارية دا وحا او بوغا كقري دا يحمد وبادك جابر ابن حيان ايا اسنا كمدها علماء دي اسلامك اساقو نولا سنده ودحيسي تدوى بقلي وكوبية لباتن الى سيداد بقلي شاني يطبن تاريخ ميلادية وحانا اوها عالم كيوغو رأي اي عربية دا علون تاكيمي كذا اساقو وحقا قري نسيب درس وحالا شاقين يلون تعلون بدن او حلقا او داها كاقادي دانكا كيمي كذا
عالمكي ابن زينة أنه لسنده سغال بقول يسيديد إلى بقول تضبية صدن أيها سنة كمدها علماء الإسلام كالبحن مدى أدونك قيبت كلها وحو كل شدالك كشاكستان حان لو يقاني شيخ فلسفة إيدا ووينك وحو عالمكي قري قوانين تدنك عافماتك إلا استعمالية تانية قرن جيت تضبات وحو كل انتي أوكو أسيه مغالة حمدان إيدالك إيران هدي عن تاك كلمة الله قدر كان يكسب سنة طبعا كم ذا علماء دي كالين توين كقاتل بحنا مدي سلام كل اللي عن هروجوس يسعنا قيبها كلا برنامج كنا وعندنا عكلا كأجنو قدر كلا بعد البرنامج كنا أيان وكجها لينا فائدة عافية ما ذا أي برادو ولا ذهين ولا شيء عندناها يدو برادو كهرتك تجبوجا حنون ذا كدع ودناها كنسر كذي كرعة على الاستاجة يا رك تدا وضعيفتها سدا كلا برادو unistiya dalab tsada waxa ay awood siisa haweenku markay war kale yihiin xilligaay umulaan iyo waliba xilligaay ku jiraan asnuujinta faafinta qodobkan ayad ku daawan doontaan kusoo dhawaada baaritaan ay sameeyeen khubaro amerikaana ayaa waxay muujisay in baradhada nooceeda macaanka ah ay ka mid tahay noocyada ugu qalisan khudradda ee 400% jidhka aadanaha ku faafin karta baahida uu qabo vitamin A iyadoo ay ku jiraan maadooyinka fiber potassium iyo sonkor dabiici ah qaybta caafimaadka guud ee kulliyadda caafimaadka jaamacadda Harvard ee waddanka Mareykanka ayaa baarayaashu ka cadeeyeen in baradhadu qani tahay waxana iyagoo u warramaya Journal of Medical Food ay sheegeen in maadooyinka ku jira baradhadu ay difaacaan kana hortagaan kansarka ku dhaca xiidmaha iyo qanjidhada isla markaana maadooyinkaas ay ilaaliyaan hanaanka neefsiga ee jirka cunitaanka baradhadu waxa ay yareysaa cudurrada wadnaha iyo gabowga sida lagu cadeeyay daraasadaasi khubarada Ameerikaanka ee jaamacadda Harvard waxa kaloo ay ku adkaysteen in maadada vitamin A ee ku jirta baradhadu ay xoojiso awoodda haweenka ee xilliga ay fooshay yihiin iyo inta ay ku jiraan umusha ama xilliga nuujinta ilmaha sidoo kale isticmaalka baradhada macaan waxa laga helaa nuurka indhaha oo awood yeesha maadaama ay vitamin A ku jiraan halka sidoo kalena ay baradhadu yareyso macaanka ku jira dhiiga taasoo ay dheertahay in baradhadu ka hortagto calool istaag taageerana siiso hanaanka dheefshiidka baradhada waxaa kale oo ku jirta maadada chocolate oo caawisa hurdada qofka bini'aadamka u baahan yahay iyo waliba dhaqdhaqaaqa muruqyada oo ay u heliso inay baradhadu xoojiso xusuusta maskaxda iyadoo baradhadu jirka ka nuugta maadooyinka keena baruurta iyo dufanka dheeraadka ah kaasi waxaa qodobkeenu ku saabsanaa faa'iidada caafimaad ay u leedahay baradhadu nolosha aadanaha dhinac kale aan ka eegno oo aan soo qaadano tufaaxa dowdiyal miraha tufaaxa ayaa waxa ay qayb muhiim ah ka yihiin nolosha aadanaha iyadoo dhammaan daraasadihii la sameeyay lagu ogaaday in cunitaanka tufaaxu uu hoos u dhigo maadada cholesterolka ah ee ku jirta jirka aadanaha sidoo kalena tufaaxa oo la cunaa waxa ay yareysaa inaad hore gaajo u dareento iyadoo appetite-kana ku furta xubintan ayaa ka hadlaysa daawadayaan miraha tufaaxa oo aad isticmaasho ama aad cunto adigoo ka daadin iniyaha waxa uu ku kordhiyaa appetite-ka waxana aad ka helaysaa daragsanaan xilli dheeraada iyadoo iniyuhu ay ku jiraan maadooyin badan oo muhiim ah haba tufaaxa oo miisaankeedu dhexdhexaad yahay waxay jirka bini'aadamka ee cuna ka dhimaysa 20 garaam oo macaanka jirka ku dheeraadka halka sidoo kale ay hoos u dhigayso dufanka cunitaanka tufaaxa waxa uu ku wanaagsan yahay saacad ka hor xilliga cuntada si uu kugu sameeyo appetite aad ugu hungurato cuntooyinkaaga sidoo kale isticmaalka tufaaxa waxa uu la dagaalamaa oo daawo ka yahay dhiigkarka wuxuuna 515 yareeyaa maadada cholesterolka ah dadka badanaa isticmaala tufaaxa oo aad shiido oo aad ka sameeyo sharab waxa uu ka yareeyaa sonkorta jirka ku dheeraadka ah sida maadada glucose oo jirka ugu kaydsanta sida baruuraha oo kale taasi waa tanta in tufaaxa lagu naaneeyo khudradda ugu muhiimsan ee ay isticmaali karaan dadka qaba cudurka macaanka maadada pectin ee laga helo isticmaalka tufaaxa waxa ay baabisa insulinta jirka ku jirta sidaas ayayna u yareysaa xadka uu marba leegihi xanuunka macaanka baarayaal dhanka caafimaadka oo u dhashay dalka Britain ayaa gaaray natiijooyin muujinaya in isticmaalka maalin walba aad isticmaasho hal xabo oo miraha tufaaxa ay kordhiso awoodda qaybaha neefsiga ee jidhka iyadoo laga helayo xad badan oo vitamin G iyo vitamin H halka sidoo oo kalena cunitaanka tufaaxa uu ka hortago yahay xanuunka hargabka maadaama ay tufaaxa ku jirto maadada vitamin C waxa uuna yareeyaa khatarta ka iman karta cudurka kansarka dowdiyal wali bartanka waxaanu kaga jirnaa barnaamijkeena qubanaha TV-ga iyo todobaadkan qodobkeenan ayaynu kaga hadlaynaa xanaaqii ugu xumaa ee kubadda cagta ka dhaca 4 sanadood ee la soo dhaafay faafinta
xubintani waa tan daawadayaal ay ku soo dhawaada sida la ogyahay kubada cagtu waxa ay xilligan tahay ciyaarta ugu shacbiyada badan caalamka oo dhan taas oo maalinba tan xigta sii kordhisay hadaba ciyaartaas oo leh hanaan garsoor oo caalami ah marka laga reebo natiijooyinka iyo hababka koobka loo kala qaado ayaa dhanka kale waxa ay badana la kulantaa khaladaad ay galaan ciyaartoyga xilliga ciyaarta taas oo mararka qaar kood khasaare aanu ka soo kabsan u geysata ciyaartoy khalad ka sameeyay iyo kooxdiisa sida inuu ciyaaraha ku xiga ka maqnaado oo la ganaaxo xilli dheer ama ciyaartoyga khaladka lagu galo iyo kooxdiisaba maadaama ciyaartoyga qaarkood aanay ka maarmin kooxuhu oo dhaawac gaadhaa uu raad ku yeelanayo natiijada ay kooxdaasi ka falayso tartanka ay ku jirto halkan waxaanu idinku soo bandhigaynaa qaar ka mid a khaladaadkii waaweynaa ee kubadda cagta ee saameynta rabay afartankii sannadood ee u dambeeyey khaladaadkan waxaa ka mid a markii garsoore u dhashay dalka Brazil uu feeray ciyaartoy la hadli lahaa kadibna ay taasi dhalisay in ciyaartoygii kooxdiisu ay dhammaantood u gacan qaadaan garsoorahaasi khaladka labaadna waxa uu noqonayaa markii goolhayihii xulka Paraguay uu candhuuf indhaha kaga tufay ciyaaryahankii Roberto Carlos ee xulka Brazil difaaca uga ciyaari jiray difaacyahanka reer Holland ee De Jong ayaa haraati saableyda kaga dhuftay ciyaaryahanka reer Spain ee Xabi Alonso markii ay ku kulmeen ciyaartii kama dambaystahayd ee koobkii adduunka 2010-kii ciyaaryahanka dalka Faransiiska Eric Cantona ee u ciyaari jiray kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska ayaa si xun ula dagaalamay mid ka mid ah taageerayaashii kooxdii ka soo horjeeday ciyaaryahankii Roy Keane ee u dhashay waddanka Ireland muddo dheerna kabtanka ahaa kooxda Manchester United ayaa khalad laacibnimo ee uu galay markii uu si xun uga jabay lugta dhudhunka ciyaaryahanka reer Italy ee Francesco Totti ee u ciyaara kooxda Roma ayaa si xun u laaday ciyaaryahanka Balotelli ee isku waddanka u dhasheen ciyaaryahanka caalamiga ah ee sanadi sidana ayaa hardi laabta kaga dhuftay ciyaaryahanka Materazzi markay isugu yimaadeen ciyaartii finalka ahayd ee koobka adduunka sanadkii 2006 lagu qabtay dalka Jarmalka goolwadihii kooxda Manchester Tony Shakurma ayaa khalad aan la filayn ka galay ciyaaryahanka kale ee Patrick Patizon qodobka ku saabsanaa xanaaqii ugu xumaa ee 40-kii sanadood ee la soo dhaafay ka dhacay kubadda cagta ayaa wuxuu gun iyo gabagabo u yahay guud ahaan barnaamijkeena qubanaha TV-ga ee toddobaadkan tan iyo kulan dambe hadii la yiraahdo waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh